قال في يوم من الأيام إن الدين أفيون الشعوب. والحقيقة أنا مش قادر أعترض معاه قوي، لأنه فعلا للأسف الشديد الدين استخدم على مر التاريخ كأفيون للشعوب، كمخدر للشعوب، حتى لا تثور على الظالم، وحتى لا تتقدم في البحث العلمي وفي أشياء كثيرة جدا. لكن الحقيقة مش عايزين نظلم الدين الإسلامي في القضية دي. كارل ماركس لما قال كده كان الأوروبيين بيعانوا من سيطرة الكنيسة على مقدرات البلاد، على عقول الناس، حتى للأسف الشديد الجنة قسموها وباعوها، وباعوها بحاجة اسمها صكوك الغفران. والله اللي عايز يخش الجنة كان بيشتري، وحتت بقى فيه 600 متر وفي 1200 متر وفي ناصية وفي حاجة، مسألة كانت صعبة جدا. أيضا قدروا يسيطروا حتى على العلماء ويسيطروا على البحث العلمي، بحيث ان هم ركعوا جاليليو جاليلي في يوم من الأيام واعتذر عن العمل بتاعه وعن أبحاثه العلمية، وسبحان الله بعدها ب200 سنة يطلع ان كلام جاليليو هو اللي صح وهو اللي قايم عليه علم الفلك لحد النهاردة. الإسلام الحقيقة يعلي من قدر العلماء، وانا احب اضرب مثل هنا بمشيء ابن ميمون. مشيء ابن ميمون او مايمونيدس ده يعتبر اعظم عالم في التاريخ اليهودي. هذا الرجل كان من المستشارين المقربين جدا من صلاح الدين الايوبي. مسألة بقى يهودي مسيحي مسلم دي حاجة شخصية بين الانسان وبين ربنا، انما عالم دي مش حاجة شخصية. يجب ان المجتمع الاسلامي يستفيد من هذا العالم سواء يهودي او مسيحي او مسلم. محاكم التفتيش من الحاجات اللي اتعملت في اوروبا وادت الى ان يطلع واحد زي كارل ماركس يقول هذا الكلام على الدين، لان للاسف الشديد كان بيحاكم الناس على عقائدها، انما الاسلام يعطي حريه العقيده. انا عايز اقول ان الاسلام دين ثوره. ثوره انسانيه لتحرير الانسان، تحرير الانسان من استعباد اخوه الانسان، تحرير الانسان من استعباد الشهوات، تحرير الإنسان من استعباد المادة. الإسلام جه ثورة على التقاليد البالية، عشان الناس بيقولك احنا محافظين، احنا هنحتفظ بالتراث بتاعنا. الإسلام بيقولك التراث بتاع حضرتك ده لو كان موافق لشرع ربنا اهلا وسهلا بيه، مش موافق لشرع ربنا ارميه في سلة المهملات. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طب ولو جبنا لكم أحسن من اللي عند آباءكم؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إحنا هنمشي على خطوات آباءنا. الإسلام بيقول لهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولو كان أبهاتكم أصلا ما بيفهموش حاجة. يعني إذن الإسلام لا يتمسك بالتراث وخلاص، لابد التراث ده يكون تراث صحيح حتى نتمسك به، ودي ثورة في حد ذاتها ثورة. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وصف في القرآن الكريم بأنه محرر، بأنه يكسر الأغلال وقيود الناس، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بقول الحق، أمرنا بالثورة على الظالم، وقال خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. خير الجهاد إن واحد يقف قدام حاكم ظالم ويقول كلمة الحق في وجوده وفي حضرته. بل وأثنى على الإنسان اللي يقتل بسبب كلمة الحق، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره، يعني أمره بالمعروف، ونهاه، يعني نهاه عن المنكر، فقتله. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم ويشجع المسلم بأنه يقول الحق حتى لو ده كلفه رقبته. الله، طب وليه؟ طب ما انت هتموت كده كده، ما تموت بكرامة النهاردة بدل ما تموت تحت عربية. يعني إذن لابد أن الإنسان يقول الحق مهما كانت النتائج.
أيضا يقول صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيطان أخرس. ليه؟ تشوف الحق وما تقولوش، تشهد ولو على أبوك ولو على أمك ولو على نفسك، لأن أنت لو امتنعت عن الشهادة أنت في هذه الحالة إما أنه في شخص بريء هيضار أو أن العدالة لن تأخذ مجراها. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا رأيت أمتي تهابوا، يعني تخاف أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منها، يعني أصبح مفيش أمل في هذه الأمة إذا كانت تخاف أنها تقول للظالم يا ظالم. خلي بالك الظالم ده بيعمل إيه؟ الظالم ده بيقتل. كل ده يورينا أن هناك مساحة كبيرة جدا لحرية التعبير في الإسلام. ده أنا عايز أقول أن القرآن قال لنا أن هناك مساحة كبيرة لحرية التعبير حتى مع الله سبحانه وتعالى. يعني واضح جدا في سورة البقرة لما ربنا بيقول إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني وإحنا، طب وإحنا، يعني اشرأبت أعناق الملائكة لهذا المنصب الخليفة. هل ربنا عاقب الملائكة عشان قالوا كده؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى وراهم تجربة؟ تقدروا تقولوا لي الأسماء كلها؟ سبحانك لا علم لنا ما إلا ما علمتنا. جاب آدم وقال له أنبئهم بأسمائهم، فعرف الملائكة إن هذا المخلوق الجديد مش مخلوق طبيعي، ده مخلوق VIP، مخلوق خاص من نوع خاص، عنده علم مش موجود حتى عند الملائكة. الشاهد هنا ان ربنا ما عاقبش الملائكة عشان خاطر قالوا له أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى ربنا اعتبر الملائكة بتعبر عن اللي بيجيش جواه. سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، لو أنت مش مؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لا مؤمن، ولكن المشاهدة والتجربة العملية تقوي الإيمان وتجعل الإنسان مؤمن أكثر. فربنا قال له خذ 4 من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهم وبعطرهم على الجبال، ثم دعوهن يعني اندههم يأتينك سعيا، طيورك هتجيلك مشي. وطبعا احنا عارفين الطيور ما بتجيش ماشي، الطيور بتيجي طيرا، ولكن سيدنا ابراهيم كان عارف قبل التجربه بتاعته نتيجه التجربه انه هيقطع الاربع طيور دول ويوزعهم على الجبال هيجوله ماشي. الخلاصه هنا ان ربنا ما عاقبش سيدنا ابراهيم عشان عبر عن اللي جواه وقاله ان انا محتاج تقويه الايماني باني اشوف تجربه عمليه. سيدنا موسى قال ربي ارني انظر اليك، أنا عايز أشوفك. ربنا ما عاقبش سيدنا موسى، بيعبر عن اللي جواه، فربنا أمره أنه ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا ربنا ظهر للجبل، تجلى الله للجبل، فالجبل اندك، الجبل نزل فتفيت، فخر موسى صعقا، سيدنا موسى أغمى عليه. ولكن ربنا لم يعاقب سيدنا موسى عشان بيعبر عن اللي جواه. ده كله يورينا أن في مساحة كبيرة جدا لحرية التعبير في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام غير مكان الجيش مرتين على فكرة، مرة في خيبر ومرة في بدر، بعد ما حصل جدال بينه وبين أحد الجنود في مسألة مكان الجيش. ولما بص حتى على هذا الصحابي الجليل اللي راجع الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر، هو كان بمنتهى الأدب بيقول له أهو منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ يعني هو المكان ده بوحي ربنا اللي أوحى لك إن إحنا نقف في هذا المكان، توقف جيش في هذا المكان، ولا يعني ما هو لو وحي نقفل بقنا بقى ما نتكلمش خلاص، ما ينفعش المؤمن يتكلم ويجادل مع الشرع، ولا هو الموضوع خاضع للرأي وللمشورة؟ فالرسول قالوا لا، قول اللي جواك، عبر، إنما هو الرأي والحرب والمشورة. فقال لما الرجل تأكد إنه مش وحي قال ما أرى هذا بمنزل، أنا شايف إحنا واقفين في مكان الغلط. قال له طيب بما تشير علينا؟ قال
أرى إن إحنا نقف خلف الآبار، وأشار بمكان آخر من الناحية الاستراتيجية أفضل عسكريا. لكن ده يورينا المساحة من حرية التعبير الكبيرة اللي كانت موجودة في الإسلام. أيضا الإسلام جه بالحرية للناس. ربعي بن عامر، وده أحد الصحابة الأجلاء، في حواره مع رستم قائد الفرس وقال له: أنتوا مين؟ أنتوا جايين ليه؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، إحنا ناس ربنا بعتها لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إحنا ناس ربنا بعتها عشان نخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. إذن كان المسلمين الصحابة ينظروا لنفسهم على أنهم محررين للناس، محررين لغير المسلمين، مش جايين يستعبدوهم ولا جايين حتى عشان يقتلوهم. الأمر الثاني، التاريخ الإسلامي مليان بالثورات ضد الظالمين، ومش ثورات قام بيها رعاع، لا، ده ثورات قام بيها ناس عظماء وعلماء كبار وناس من آل البيت. ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه كانت حتى يمنع انتقاص حق الله، الملك لله. فلما رأى أن الأمر سينقلب إلى ملك، حتى أن أحد الصحابة قال: بل تريدونها كسروية، كسرى يتبع كسرى، قيصرية، قيصر يتبع قيصر. فقام هؤلاء الصحابة مع سيدنا الحسين بن علي بثورة ضد الظلم وضد انتقاص حق الله وهو الملك. غيلان الدمشقي أيضا هذا كان من تلاميذ الحسن البصري، وقام بثورة ضد الظالمين. زيد بن زين العابدين علي بن الحسين قام أيضا بثورة ضد الظالمين. يبقى إذن الدين الإسلامي ما كانش أفيون للشعوب، الدين الإسلامي كان محرك للثورات ضد الظالمين. محمد النفس الزكية، وهذا من خيرة آل البيت. سيدنا أبو حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي كان يمول ثورات آل البيت بماله. الثورة على الفرنسيين في مصر كان القائد بتاعها الأزهر الشريف. انتفاضة المساجد في فلسطين، الانتفاضة الفلسطينية في الثمانينات تسمى انتفاضة المساجد. ثورات الربيع العربي لم تكن ثورات على الدين، بل كانت مرتبطة بالدين. رأينا كلنا المسلمين وهم يصلون، حتى المسيحيين أيضا كانوا يصلون مع المسلمين في ميدان التحرير وفي كل ميادين التحرير وفي الثورة. إذن ثورات الربيع العربي كنا نرى فيها الناس تصلي، ما كنا نرى فيها أنها ثورة على الدين أو أنها ثورة علمانية، أبدا، هذا كلام كله غير صحيح. وفي ناس بذلت من دمائها واستشهدت في سبيل الله. البطانة الصالحة من أهل العلم ومن أهل الدين دايما وجودها مع الحاكم بيأتي بالصلاح. يعني مثلا نجد رجاء بن حيوة، ده كان وزير عمر بن عبد العزيز، وجود هذه البطانة الصالحة حول عمر بن عبد العزيز كانت دعما لعمر بن عبد العزيز حتى يكون في هذه العظمة، وأنه يصبح يعد من الخلفاء الراشدين وهو ليس في الترتيب من الخلفاء الراشدين. القاضي الفاضل كان وزير صلاح الدين الأيوبي وكان من أعظم علماء الدين. العز بن عبد السلام إمام من أئمة الدين ومن أعظم أئمة الدين في التاريخ، وكان وزير سيف الدين قطز. الحقيقة هناك علماء سلطان حرموا الخروج على الحاكم، حتى في الدين الإسلامي ظهر هذه الفئة من علماء السلطان، ولكن كان دائما المسلمين والعلماء الحقيقيين واقفين لهم بالمرصاد. حتى في ثورات الربيع العربي خرج علينا بعض علماء السلطان يحرموا هذه الثورات ويحرموا المظاهرات، مع أن المظاهرات واردة في السنة، بل والاعتصامات واردة في السنة. أحد الناس راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: جاري يؤذيني وأنا بقيت مش طايقه والموضوع زاد زيادة عن اللزوم. قال له: أخرج متاعك إلى الطريق. فالراجل خرج متاعه في الطريق وقعد في الطريق، اعتصم الرجل بره في الطريق، فكان رايح واللي جاي يقول له: إيه في إيه؟ يقول له: جاري بيؤذيني. فالناس تقول لك: بئس الجار، يشتموا الراجل، يلعنوا الراجل. فالراجل قال لك: لا، أدخل أرجوك، ورفع عنه الظلم. إذن الاعتصام وارد والمظاهرات واردة في الدين الإسلامي. بل أحب أقول إن سبب إغلاق باب الاجتهاد هو إن معسكر العلماء لما وجدوا ان بدأت تظهر فئة من علماء السلطان وستفسد الدين بفتاوى في صالح السلطان وفي صالح معسكر الحكم، اغلقوا باب الاجتهاد وقالوا: لم يترك الاولون من كلمة لقائل، خلاص
الاجتهادات خلصت والدين كده تمام ومكتمل ومفيش اجتهادات اكتر من كده عشان يقطعوا الطريق على افساد الدين. دي مسألة عايزين نقولها، ان الدين الاسلامي محرك دافع للامام في العلم وفي الثورة على الظالمين. يا كل حياتي وافعالي، يا كل ساعاتي وايامي، انا اللي شوقه فيه انتظار، لكن حبيب الاختيار، اختار بعقلي قبل قلبي، اجمل كلام وايات وذكر، اختار واقول ومش هخبي، ديني سبيل وحياه وفكر.